من التقيت بهم حضرتك سيادة الوزير يعني هنا من المسؤولين الأمريكيين، هل أبدوا الاستعداد لانسحاب القوات الأمريكية في ظل التهديدات والتحديات اللي تشهدها المنطقة؟ ومسألة النقاش، وأيضا النقاش راح يصير أثناء زيارة السيد رئيس الوزراء، هو من يحتاج من ولماذا وفي أي فترة زمنية، وكل هذه المسائل طرحت للنقاش، لكن نقاش مفتوح، نحتاج إلى نقاش مفتوح. أولا الوضع الداخلي العراقي، الوضع الأمني إلى أين؟ ثانيا وضع المحيط الإقليمي إلى أين؟ خاصة عدم الاستقرار في سوريا والوضع الأمني في سوريا وتواجد الإرهابيين في سوريا، سواء الإرهابيين اللي يتحركون كمجاميع أو قادة الإرهاب والإرهابيين الموجودين في السجون، وخاصة في سجون تحت سيطرة قوى قسد. نعم. بالإضافة إلى أن المنطقة تحت النار وتحت التهديد برمتها، حينما تكون المنطقة تحت النار كيف تتعامل مع قوى من خارج المنطقة؟ نعم. وكيف نحن نتعامل مع قوى تحالف و القوى الأمريكية وأيضا قوى حلف الناتو؟ نعم. كيف نتعامل؟ إذن هذه الأسئلة يجب أن نطرحها، ولكن أيضا نأخذ الوضع الأمني الداخلي بنظر الاعتبار، الأقليمي بنظر الاعتبار، وتهديدات المتواجدة بنظر الاعتبار.